ناخدك بسرعه يعني لانه وقتنا وقتنا بيجري كده. حاضر. هتقيم لي في كلمه ونص، كلمه ونص اللي هم كلمه ونص. حاضر. مش كان ولا انا كان ولا انا ملاحظه ولا انا ملاحظه فلانا ولا انا ملاحظه ليه العنوان بتاع حسن مسكاوي على اداء الاتحاد المصري بعد 7 شهور من تولي المسؤوليه؟ بيتحسن. ولا انا ملاحظه على حازم امام بعد نجاحه في التعاقد مع روي فيتوريا المدرب الجديد؟ اسعدني جدا حاجتين. نعم. انه المدرب نفسه قال كلمه مشروع. نعم. وان المدرب عمل حاجه مهمه جدا، عايز يشوف فرق الناشئين والشباب والبتاع في الكره المصريه. ولا انا ملاحظه على جوزفالدو فريرا مدرب الزمالك. استاذ تكيس بروفيسوري حلو. تكيس جونياس مع بيراميدز. مدرب موهوب عبقري. سواريش مع الاهلي. بس ده ينسب لمجلس اداره. معلش بقى. مجلس اداره بيراميدز. طيب. لا بالاول اللي اكتشفه ماجد سامي. انا سمعتها مجلس اداره ممتاز. لا طبعا ماجد سامي ممتاز طبعا طبعا طبعا. البرتغالي ريكاردو سواريش مع الاهلي. لسه لا تعليق. لسه يا حاج. لسه حاج. حلو قوي. عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام. لا يعني محتاجين الاجانب عشان نتعلم منهم حاجات كتيره يعني. سيد عبد الحفيظ مدير الكره في الاهلي. خف يا ابو السيد. امير توفيق رئيس تعاقدات الاهلي. الاهلي محتاج لعيبه يا امير. امير مرتضى منصور مشرف الكره بنادي الزمالك. بتكلم كويس جدا. رمضان صبحي كلاعب في صفوف بيراميدز. هيفضل في نظري لعيب موهوب. فيوتشر كاحدث الوجوه في مسابقه الدوري الممتاز. معجب بيه جدا لان معجب باداء علي ماهر يعني وشجاعته يعني. هنا بوريده كممثل افريقيا في مجلس الفيفا. يعني عايزين دور حتى لو كان بيعمله يبقى بان عليه دور مصر. هل هنا يعني بوريده مظلوم؟ هل بيتعرض لهجمات وحملات هو ليس له ذنب فيها؟ بيتعرض لهجمات طبعا. اخر ملحوظه وملحوظه مهمه جدا، الاسماعيلي. الاسماعيلي في ازمه في غايه الخطوره. هو ده الازمه بقى. نعم هي دي الازمه. مش الاهلي. لا بجد يعني طبعا الاهلي عشان الاهلي يعني طبعا، لكن الاسماعيلي في ازمه بقاله 5 6 سنين. صحيح. 7 سنين. يمكن 10 سنين كمان. نعم. الاسماعيلي هويته راحت، شخصيته راحت، مش ده الاسماعيلي. نعم. واللي بيلعبه او الكوره اللي بتتلعب في الاسماعيلي لا تعبر عن كره الاسماعيلي اللي انا عرفتها وعشتها من زمان يعني. ولازم اللي بيدرب الاسماعيلي ولازم اللي اداره الاسماعيلي تبقى عارفه ان لعيب الاسماعيلي ده لازم يلعب الكوره اللي بتعبر عن شخصيه النادي. نعم. عن شخصيه الفريق. نتمنى يا رب كل توفيق النادي الاسماعيلي وكل الانديه، لان بنحب الانديه الشعبيه في وكل الانديه اللي موجوده في مصر. اتفضل. طبعا. الممر الشرفي اللي انا كنت نفسي اتكلم فيه. اتفضل. عايز اقول لك بس انه قديم من سنه 1955. نعم. اول ممر الشرفي اتعمل مانشستر يونايتد لتشيلسي في سنه 55. لكن اشهر ممرات 77 سنه 70 ما بين ريال مدريد وبرشلونه. الممر الشرفي ده مش امر ولا اجباري. مش اجباري. مدريد رفض يعمله لريال مدريد. طبعا. نعم. طبعا مش حاجه بالعافيه يعني. نعم. لكنها شيء جميل جدا. صحيح. بيعبر عن الروح الرياضيه.